السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية أم إسراء وفيديو جديد. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضروا البريوات اللي معمرين بالكاوكاو واللوز. نص كيلو كاوكاو ونص كيلو اللوز كيجيو بنان وهشاش من الداخل. بقوا معايا باش نشوفوا طريقة التحضير والمقادير. مع العلم أنني استعملت كيلو ديال العسل وشطلية تقريبا نص الكمية، يعني بحال هاد كمية وفيرة بنص كيلو ديال العسل. بقاو معايا باش نشوفوا طريقة التحضير. على بركة الله، هنا غادي نحتاج نص كيلو ديال الكاوكاو اللي غادي نقليه، واللي ما بغاش يقليه دهنوا غير معلقة كبيرة ديال الزيت ويدخلوا الفران. عندي هنا بودرة اللوز تقريبا حتى هي شي نص كيلو. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الكونفيتير ديال المشماش اللي كيعطي واحد التعليكة، واللي عنده الجليكوز يقدر يدير الجليكوز. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة صغيرة ديال القرفة. عندي هنا ربع كاس ديال الماء زهر على حساب شحال غادي نحتاج. عندي هنا كاس ديال السكر البني والسكر العادي اللي عنده. هنايا عندي الروح ديال اللوز. غادي ندوز اول حاجة غادي ندوز نقلي الكاوكاو ونتلاقاو بإذن الله. صافي هو اللوز دابا، عفوا الكاوكاو كيتقلى. غادي نخليه دابا يتقلى، من بعد ما غادي صافي يسالي غادي نحطو مدة نص ساعة هكا حتى يبرد، عاد غادي نطحنو ونتلاقاو بإذن الله. صافي هذا هو اللون اللي بغيت، دابا غادي نحطو على ورق المطبخ. صافي قلت لكم غادي نخليه المده ديال نص ساعه تقريبا هكا يبرد، المهم نحسو به يبرد. صافي ونتلاقاو باذن الله باش نطحنوه. دابا ندوز على بركه الله غادي نطحنو. غادي نديرو هنا مع السكر. السكر قلت لكم انا كان عندي هذا الاسمر وكملت بالعادي، ما بقاش عندي هذا السكر الاسمر، كملت بالعادي. درت كاس، درت معاه هنايا هاد المسكه الحره، شفتوا معايا باش ما بقاش نطحنها بوحدها. درت كلشي في مره. هنا من بعد ما طحنت كلشي غادي ننزلو هنايا في هذه صغيره، غادي نديرو في هذه كبيره هذا التفصيل الكبير وغادي نخلطها. باش ينسجم هذاك اللوز مع الكوكب، ومن بعد غادي نبدا نضيف باقي العناصر. دابا غادي نضيف الكونفيتير الزبده. هاد القرفة والمزهر، إلا خصنا المزهر نزيدو ماشي مشكل. المهم غادي نجمعها ونتلاقاو بإذن الله. نسيت ما قلتلكمش القطرات ديال الروح ديال اللوز أنا درتها. صافي قلتلكم غادي نعجنها ونتلاقاو بإذن الله. صافي هي من بعد ما عجنتها، اللي بغى يديرها كويرات هما الاولين يسبق زعما يدير بحال هكا كرات عادي، يبدا يطوي في الورقه يديرهم. انا ما غاديش ندير باش نختصر باش ما نطولش عليا الوقت، غادي نهز النيشان ونبدا نعمر في الورقه.
المهم انا عندي هذه الفايده بغيت هذوما اللي عندي. نتوما طبيعه الحال في المغرب راه موجوده الورقه ديال البصله تقدروا تستعملوها. دابا غادي نقطع هذه الشرائط ونتلاقاو بيد. ها نتوما كشفتوا معايا انا قطعت هنا الورقه. دابا غادي نبدا نعمر على بركه الله. هذا عجين درت كيقول الماء هنايا باش نلصق الورقه. صافي كي قلت لكم اللي بغى يدير هكا على شكل كرات يديرهم، اللي ما بغاش بحال انا غادي ندير نشان ونحط باش نربح الوقت، حيت الوقت اللي غادي نكور غادي ندير الكويرات عاوتاني وديك الجا مره هو داك الوقت اللي غادي نكون ساليت فيه. صافي ونبدا نطوي على بركه الله. ونحطوها وندوزو لاخرى حتى هي. نبقاو على نفس الطريقة حتى نساليهم كاملين. هادو هما البريوات من بعد ما طويتهم، ها هما كلهم تيجيو على هذا الشكل. درت هنايا شي وحدين صغار ودرت وحدين كبار. صافي انا شعلت على الزيت كيسخن، غير يبدا يسخن ان شاء الله وغادي نبدا نطيبهم ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. ها نتوما كي كتشوفوا معايا انا راه بديت كنطيب. ها نتوما كي شفتوا معايا انا ما كثرتش العسل. نتوما كنصحكم انكم ما تكثروش العسل حيت ما غاديش تحتاجوا، باغي يبقى غير يضيع. انا كندير غير شويه، يعني خذوا الكسرونه ولا داكشي باش غتخدموا خذوا حسن يكون صغير باش ما ينزلكمش بزاف ديال البريوات. او ثاني هكا في العسل حطوا انا هنا يكون. صافي ها نتوما على ما هادو يتقلاو انا كنحيد هادو من العسل باش نخليهم البلاصه وكنعاود يرجعوا. كي قلت لكم حنا ما تنستعملوش العسل وهادشي طول السنه، يعني ما كاينلاش في رمضان اصلا ما خصناش نضيعو، يعني هو شهر كبير عند الله. حاولوا اننا ما نبدلوش، وراه كدير كميه كبيره غير خص المعينات اللي كتخدموا فيهم يكونوا شويه صغار بحال الزيت باش ما يهز لكمش بزاف ديال البريوات غير شويه. هذاك اللي قليت فيه الكوكب هو نفسه اللي قليت فيه البريوات، نتوما شفتوا هو نفسه. صافي هادو كيتقلاو دابا هادو تعسلوا انا غنحيدهم باش نعاود ندير هنايا البريوات الاخرين. نحاولوا اننا ما نضيعوش في رمضان. صافي غادي نمرك عليهم بالفرشيط باش يدخل لهم العسل. انا راه بدي قلال حين درت الكميه تقريبا ربقوا لي غير شي حاجه قليله اللي بقات، يعني انا يمكن هنا كيلو ديال العسل راه قدني في هادشي كله وغايشيط ان شاء الله. ها نتوما شفتوا عاد راه ما بقاش عندي بزاف، بقى عندي غير هاد شويه. ها نتوما انا ساليت دابا البريوات كلهم بالقلي. ها نتوما وشاطليه هنا كي قلت لكم العسل، ها نتوما شاطلي هنا وهو هذا اللي كيتقطر عاد من التحت. ها نتوما شوفوا
قلت لكم كيلو ديال العسل. بارك عليكم، عرفتي باش ما يكونش التبديله. نتوما انا خديت هاد الطاسه هادي، ها هي ديال العسل، فيها كيلو. انتوما كيلو، وهذا هما البريوات ديالنا ملي كيوجدوا كيجيو بهذا الشكل. كنتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم علاش لا، وعواشركم مبروكه ورمضان كريم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.